عايزك تاخد الباشمهندس محمود سياده النائب وتسلمه كشوف الصيدليات اللي بنشتغل معاه في جميع المحافظات ده اهليه منوفيه شرقيه كفر الشيخ. بس مفيش بس، انا بخفف عنك الشقه بقى خلاص يا كامل، انت ما بقتش حمل جري محافظات وجري مراكز ما ينفعش. بس انا ما اشتكيتش. يو كامل عمولتك محفوظه وبعدين شايلك للتقيله، احنا خلاص فتحنا شغل في مصر كلها، هنغزو القاهره والصعيد بالكامل يا كامل. بجد يا باشا؟ وانا بهزر يا ولا، امال ايه؟ علشان تعرف ان انا شايلك للتقيله وده اسلوبي. معلش بس ان انا قطعت كلامكم عن المستقبل، بس انا مش فاهم، هو احنا ليه بنبيع لصيدليات بس؟ هو احنا بنستورد ادويه من بره؟ شفت يا عم، سياده النائب قال لك احنا عارف شغله في الشركه صحيح. بص يا اخويا، احنا بنشتغل مع الصيدليات، بس الصيدليات مش كل شغلها ادويه، لا، في حاجه اسمها اجهزه طبيه، ادوات مكياج، معرفش ايه للضوافر، معرفش ايه للعينين، منبهات لعب اطفال وحاجات كتيره قوي. احنا بقى بنستورد الحاجات دي من بره ونوزعها مباشره في النجوع والكفور والمراكز والمدن اللي هي بعيده عن العاصمه واسكندريه اللي ما تقدرش توصل للشركات دي، وربنا يجعلنا في الخير دايمين لبعض. ايوه ربنا يبارك فيك. مستهم بقى بينا اسلمك الشغل ابو حنف. يلا بينا يا استاذ كامل. الاذن. اتفضل يا غالي. مركز ديكيرنس محافظة الأهلية صح؟ لا لا مش مركز ديكيرنس، وقال لي مركز ميت غمر. يا نهار اسود، امال سلسمون الغربية هركب لها من بسيون ولا من طنطا؟ يا بنت اطلع من الحمام. طلعت روحك يا بنت. عاوز اخش الحمام. يا بنت اطلع من الحمام. طلعت روحك. عايز اخش الحمام. حاضر يابا. يا بنتي يا دنايا، كتر وعدك في الحمام يا بنت هيخيب املك. انت مش عارفه الحمامات دي فيها ايه. صلب وقولا من رب رحيم اللهم احفظنا يا رب. يعني اكسر عليك الباب واجرجرك من رقبتك؟ ايه يابا باخد دش ولا حرام استحمى بالبيت ده كمان؟ يا بنت عاوز اخش الحمام. ابا عندك الحمام التاني، انا خلاص مليت البانيو وهستحمى اهو. ما بيستريحش في الحمام الصغير.
سلام قول من رب الرحيم. ايه يا حسين اتخضيت قوي؟ طلع لك عفريت في الصاله؟ لا مش القصد، بس اصل اخر مكالمه كانت ما بيننا صورت لي صوره يعني كده معينه في خيالي، كنت متخيل ان الصوره دي هي اللي مستنياني مش العفريته بتاعتها. والله لك نفس تهزر قوي. ولما انت يعني متصور صوره معينه في خيالك، كنت واقف ليه عند الولايه ام كحله عند الشباك بتاعها وهاتك يا رغي وهاتك يا ضحك؟ مين ده؟ انا؟ امتى؟ والله يا شيخة حرام عليكي، دي ست أرملة غلبانة كانت قصدان أعمل لها تركيبة عطر، ولما خلصتها قلت ما كسفهاش وعديها عليها، أدي كل الحكاية. واللي جاي على نفسك كده، ما كنت تدخل تقعد عندها وتقعدوا تبخوا لبعض انتوا الاتنين وتتحرق المرمية اللي مستنياك في البيت. هدى لحد كده وكفاية، النكد ومقدور عليه، لكن الخطف الأعراض أهو ده اللي ما ينسكتش عليه. يعني هتعمل إيه يعني؟ هدعيلك ربنا يهديكي، مش عشان أنا خايف منك، لا علشان انا راجع من الشغل تعبان ودماغي وجعاني، والست اللي انت زعلانه منها دي دفعت فلوسها فوري، يعني كنت بجري على رزقك انت وجرمق العيال اللي مرمي جوه ده. والله هو انا جرمق العيال ده انا جبت لوحدي؟ مش انت اللي قعدت تقولي خلفي كتير خلفي كتير عشان نمشي على السنه؟ طب ما هو عدم النكد برضه من السنه، اشمعنى دي السنه اللي بتنسيها؟ يا هدى يا حبيبتي افهميني، الرسول عليه الصلاه والسلام قال، عليه الصلاه والسلام، اذا نظرت اليها سرتك. بالله عليكي انا راضي ذمتك، روحي كده بصي لروحك في المرايه وقولي لي انهي حته بالظبط فيك اللي تصر. الله الله، ده انت مستبيع بقى يا سي حسين. ايه اتفقت معاها الجواز ولا ايه؟ يا شيخه حرام عليكي، جواز ايه؟ هو اللي يتجوز مره يتجوز التانيه ده يبقى راجل اهبل، وبعدين انا ولا كنت شفت وشها؟ دي ست منتقبه. يا سلام، وهو الشيطان لما يمسك في دماغ واحد هي موزه منتقبه ولا مش منتقبه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله العظيم يا رب. على فكرة، نعم، أخوكي محمود النهاردة ربنا كرمه وجاله شغل جديد في اسكندرية، بس هو خلاص ما بقاش محتاج للشغلانة دي. إيه ده؟ إيه الأكل الحلو ده؟ إيه ده؟ كتر خيرك. الله، حلو البتنجان ده، مقلب زنة. أيوة أيوة أيوة، فشلت الخطة ألف فدخلت على الخطة به، مش عارفة ان انا مجهز الخطة جيم، هقعد اكل واسيبها تندعي. صحيح ان كيدهن عظيم. بسم الله.